السلام عليكم. اليوم عندنا حل تمارين اسلوب النفي. حل تمارين اسلوب النفي، التمرين الاول يقول استخرج فعل النفي وبين معموله. عندنا فعل واحد وهو ليس، راح نستخرج ليس ونبين معمولي اسمه وخبره. اولا، ليس البر ان تولوا وجوهكم. عندنا ليس ان تولوا، هاي اسمها مصدر مؤول، قلنا اسم ليس تجي مرات مصدر مؤول، مصدر مؤول في محل رفع اسم ليس. البر خبرها منصوب علامه نصبي الفتحه. ثانيا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. شوفوا عندنا حرج اسمها اسم ليس وخبرها على الضعفاء، شبه جملة خبر ليس، حرج اسمها، ليس حرج على الضعفاء أصل الجملة. ثالثا، يقول قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. ليس لك به علم، عندنا علم اسمها خبرها شبه جملة لك مقدم، خبر ليس مقدم لك، مثل الضعفاء خبر مقدم. رابعا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. أوليس، عدنا ليس الذي اسمها اسم موصول مبني في محل رفع اسم ليس، عدنا خبرها بقادر خبرها مجرور لفظا منصوب محلا على أنها خبر ليس. هذا الباء حرف جر زائد للتوكيد، يعني هنا عندنا نفي مؤكد بباء على اسم على خبر ليس نكرة بقادرين. إذن الذي اسمها بقادرين خبرها المجرور لفظا المنصوب محلا على أنه خبر ليس. خامسا، يقول تعالى أليس هذا بالحق، عندنا هذا اسمها خبرها أيضا شبه جملة بالحق. هذا حل التمرين الأول. التمرين الثاني، عندنا مطلبين ألف وباء. الألف يقول استخرج في هذه الأبيات الشعرية ست أبيات، استخرج أدوات النفي في النصوص السابقة وبين عمل كل منها. أول شيء نبين عملهم بس. عندنا أولا ليس، ليس أيضا ترفع المبتدأ اسما لها تنصب الخبر خبرا لها. ثانيا أيضا عندنا ليس ترفع المبتدأ اسما لها تنصب الخبر خبرا لها. وأيضا ثانيا عندنا لم تجزم فعل المضارع، حرف نفي وجزم وقلب، يعني تجزم فعل المضارع. ثالثا عندنا أيضا ليس، ليس مستحسنا، عندنا أيضا هنا ليس ترفع المبتدأ اسما لها صفون وتنصب الخبر خبرا لها مستحسنا. عندنا أيضا لا نافية في هذه الجملة بلا كذر، عندنا لا نافية معترضة بين الجار والمجرور، بين حرف الجر واسم المجرور بلا كذرين، هذا أداة النفي وعملها. ليس لها عمل هنا، فقط النفي، أما عمل إعرابي ليس لها. عندنا رابعا أيضا ليس ترفع المبتدأ اسما لها وهو تاء الفاعل، تاء المتصلة، تاء المرفوعة اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها أي بفاضحين، بفاضحين خبر مجرور لفظا منصوب محلا على أنها خبر ليس. عندنا خامسا أيضا ليس، ليس ترفع المبتدأ اسما لها وهنا النصح اسمها، وتنصب الخبر خبرا لها، أي عندنا ليس النصح للإخوان إلا سبيلا، عندنا سبيلا خبرها المنصوب علامة نصب الفتحة، هاي عمل ليس. عندنا أخيرا سادسا، لا أيضا تعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ اسما لها، المبتدأ أو الاسم لا هنا محذوف تقديره الساعة، قلنا أنه أحد معمولي يحذف غالبا الاسم، إذا اسمها محذوف تقديره الساعة، نستخرج اسمها من لفظ الخبر مع إضافة الألف واللام، إذا اسمها محذوف تقديره الساعة وخبرها ساعة، لا ساعة ولا ساعة مندم، إذا ساعة خبرها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، أين اسمها محذوف. هذا المطلب الأول الألف. المطلب الثاني يقول ضع ما بدل ليس مبين ما اتفقا فيه إعرابيا وما اختلفا فيه. نخلي ما بدل ليس، نشوف أي جملة يتفقون به العمل، العمل الإعرابي، وأي جملة يختلفون. أولا، ليس معنى توحيدنا الله في الملة إلا اتحادنا. من نستبدل بما يصير ما معنى توحيدنا الله في الملة إلا اتحادنا، ما تصير مهملة يعني اختلفا. ليش هنا يختلفان؟ لأن أكو إلا في الجملة، من تجي إلا في الجملة ما تصير مهملة، مهملة لوجود إلا في جملتها، إذن هنا يختلفان أولا، لأن من نخلي ما بالجملة تصير مهملة لوجود إلا في جملتها. ثانيا، يتفقان، وليس عتاب المرء يصير ما عتاب الناس للمرء نافعان، إذن يتفقان وما تكون حجازية عاملة، حجازية عاملة. ثالثا، أصفوا وأقدروا وليس مستحسنا صفون، يختلفان. ليش؟ من نستبدل ليس بما يصير ما مستحسن صفون، ما تصير مهملة. ليش مهملة؟ لتقدم الخبر مستحسن على صفون، إذن ما تصير مهملة لتقدم الخبر
على الاسم أو المبتدأ وهو صفون، ما تصير مهملة يختلفان. رابعا يتفقان، ولست بفاضحين يصير ما أنا بفاضحين، ما أنا بفاضحين. عندنا ضمائر متصلة بليس تصير منفصلة بما، إذا ما أنا بفاضحين، أنا اسمها بفاضحين خبرها. عندنا خامسا يختلفان، وليس النصح للإخوان إلا سبيلا. ليش يختلفان؟ من نستبدله بما ما تصير مهملة لوجود إلا في جملتها، إذا ما مهملة لوجود إلا يصير من نصح للإخوان إلا سبيل، ما سبيلا سبيل، لأن سبيل يصير خبر للمبتدأ نصحون. الما من تصير مهملة يعرب ما بعدها مبتدأ، وأيضا الخبر يعرب خبر للمبتدأ، ما تصير مهملة لوجود إلا في جملتها. سادسا ما عندنا ليس حتى نستبدله بما، هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث عندنا أيضا يقول عندنا أبيات شعرية ألف مطلبين نفس الشيء. المطلب الأول وردت ما في الأبيات الشعرية بين ما كان منها عاملا أو مهملا موثقا قولك بالقاعدة، نشوف أي ما مهملة وأي ما عاملة. أولا عندنا مهملة لوجود إلا في جملتها، ثانيا ما العمر إلا غصن أيضا مهملة لوجود إلا في جملتها، فما هي إلا غمضة أيضا مهملة لوجود إلا في جملتها، ثانيا أيضا يقول ما لآلامه نقض أيضا هي مهملة ولكن لتقدم الخبر لآلامه شبه جملة، لتقدم الخبر شبه الجملة على الاسم، لآلامه هو الخبر المقدم، هنا أيضا مهملة لتقدم الخبر على الاسم. ثالثا فما حسن أن يعذر المرء نفسه، هنا أيضا عندنا ما مهملة لتقدم الخبر، حسن خبر مقدم، خبر مقدم على المبتدأ، المبتدأ وين؟ أن يعذر، هنا عندنا مصدر المؤول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، إذن تقدم الخبر على المبتدأ، والمبتدأ هنا مصدر مؤول من أن والفعل. رابعا الما هنا عندنا عاملة، عمل ليس الحجازية، ما حياؤك كاشفا، هنا عندنا اتفق الشروط، إذا ما تكون عاملة. المطلب الثاني في السؤال الثالث يقول أو التمرين الثالث، ضع فعل نفي في المواضع التي يصح فيها وضعه بين ما يحدث من تغيير أو اتفاق في الإعراب مع ذكر السبب، يعني نخلي بدال ما ليس عكس التمرين الثاني، ونشوف بأي جملة يتفقون بأي جملة يختلفون. الجملة الأولى ما العيش إلا صاحبان، راح يصير ما العيش إلا صاحبين، ليس تعمل بدون قيد أو شرط، ما العيش أو ليس العيش إلا صاحبين، إذا ليس عاملة، العيش اسمها صاحبين خبرها منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، إذا هنا يختلفان لأن ليس تعمل بدون قيد أو شرط، اختلف لأن ليس تعمل بدون قيد أو شرط، رفعت العيش اسما لها ونصبت صاحبان خبرا لها صارت صاحبين. ثانيا ما العمر إلا غصن، أيضا يصير ليس العمر إلا غصنا، ليس العمر إلا غصنا، هنا أيضا يختلفان لأن ليس تعمل بدون قيد أو شرط، فرفعت العمر اسما لها ونصبت غصنا خبرا لها. أيضا عندنا ليست إلا غمضة، راح يصير ليست الضمائر المنفصلة بما تصير متصلة بليس أو مستترة، لأن عندنا هنا هي تصير ليست هي إلا غمضة، ليست هي اسمها مستتر راح يصير، إذا راح يصير ليست إلا غمضة، ليس عاملة، هنا تكون عاملة بدون قيد أو شرط ليس، إذا اسمها رفعت هي اسمها المحذوف ونصبت غمضة خبرا لها. آخر شيء ما لآلامه نقض، نستبدله بليس ما يصير ما لآلامه، أيضا ما لآلامه نقض، هنا عندنا ليس عاملة راح يكون ليس ما لآلامه نقض، راح يتحول إلى ليس لآلامه نقض، راح ليس تصير عاملة، لآلامه خبرها مقدم، نقض اسمها مؤخر، اسم ليس مؤخر، اسم ليس مؤخر، إذا من نستبدله راح يصير ليس تعمل خبرها مقدم اسمها أو اسمها مؤخر، نعم راح يكون أيضا يختلفان. عندنا في ثانية ثلاث جمل فيها ما في الثلاثة يختلفان، لأن ليس تعمل بدون قيد أو شرط سواء تقدم الخبر أو وجد إلا في جملتها. ثالثا فما حسن أن يعذر المرء نفسه، هنا أيضا من نستبدل ما بليس تصير عاملة ليس، ليس تعمل بدون قيد أو شرط، أيضا يختلفان في جملة ثالثة، أيضا يختلفان، راح يصير ليس حسنا أن يعذر، ليش حسنا؟ لأن حسنا هو خبر ليس، إذا يكون منصوب، ليس حسنا أن يعذر، هنا راح يصير مصدر المؤول مبني في محل رفع اسم ليس مؤخر، إذا حسنا خبرها المقدم منصوب علامة نصبه الفتحة، أن يعذر مصدر مؤول مبني في محل رفع اسم ليس مؤخر، هنا اختلفا لأن ليس تعمل بدون قيد أو شرط، رفعت أن يعذر المصدر المؤول مبني في محل رفع اسما لها ونصبت حسنا خبرا لها.
هذا هو ثالثا. الرابعا هنا اتفقا، فقط في رابعا اتفقا، لأن ما تكون عاملة إجازية وأيضا ليست تعمل بدون قيد أو شرط، إذا ليس حياؤك كاشفة نفس ما، إذا فقط في رابعا اتفقا في العمل. هذا حل تمرين الثالث. عندنا حل تمرين الرابع راح يقول عندنا أبيت شعري: وما ينفع السيف الصقيل أو القنا إذا كان في كف تخور وترجف. عندنا ألف في هذا البيت يصح أن تكون ما استفهامية، يقول إذا كانت ما استفهامية، إذا كان ما استفهامية فما أسلوب النفي في هذه الحالة؟ راح يكون أسلوب النفي إذا كان ما استفهامية راح يكون أسلوب النفي الضمني بالاستفهام المجازي، أسلوب النفي الضمني بالاستفهام المجازي راح يكون استفهام مجازي متضمن لمعنى النفي إذا كان هذا ما استفهامي. إذا كان ب يقول في حالة كون ما نافية ضع بدالها أداة نفي تنفي في الحاضر والمستقبل، يعني لا، لا تنفي الحاضر والمستقبل، لا ينفع السيف، إذا راح يصير لا تنفي الحاضر والمستقبل. وأداة تنفي المستقبل عندنا لن، تنفي المستقبل نفيا مطلقا بدون قرينة، نفي مؤكد، والبعدها يصير فعل مضارع منصوب لأنها تنصب فعل المضارع، أداة نصب، أداة نفي ونصب للمستقبل. وأداة تنفي الماضي المتصل بالحاضر عندنا لما، راح يصير لما ينفع السيف، وعندنا ينفع يصير مجزوم ولكن هنا كسر لالتقاء ساكنين، إذا لما تنفي الزمن الحاضر أو الماضي المتصل بالحاضر، لما يصير لما ينفع السيف، ينفع فعل مضارع مجزوم علامة جزمي السكون، هنا كسرت لالتقاء ساكنين. هذا هو حل تمرين الرابع. التمرين الخامس في النصوص التالية بين ما ورد من إن وبين نوعه حكم الإعراب، يعني نبين إن حكم الإعراب شنو أثر على الجملة ما أثر. عندنا أولا إن توليتم راح يكون شرطية، نوعها شرطية لأنها دخلت على الجملة شرطية تجزم فعلين، حكم الإعراب تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، فإن توليتم فما سألتكم من أجرين. عندنا أيضا إن أجري إلا على الله، هنا عندنا نافية مهملة، إن نافية مهملة، قلنا إن في القرآن الكريم دائما مهملة لانتقاض أحد شرطي ما، لأن إن تعمل عمل ما الحجازية بشروطها أن لا يتقدم الخبر على الاسم وأن لا ينتقض نفيها بإلا، هنا انتقض نفيها بإلا لهذا تصير نافية مهملة. ثانيا إن أعرضوا أيضا شرطية جازمة تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. إن عليك إلا البلاغ أيضا نافية مهملة لا أثر إعرابي لها، إذا كانت نافية مهملة لا أثر إعرابي لها، حكم الإعرابي لا أثر إعرابي لها لأنها مهملة لانتقاض نفيها بإلا، وأيضا تقدم الخبر عليك، الشرطين افتقدهم. ثانيا نافية مهملة ما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ عفوا. ثالثا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أن إن نافية غير عاملة داخل على الفعل الماضي لا أثر إعرابي لها، هنا إن دخل على الفعل الماضي لأن نافية غير عاملة. ثالثا أو رابعا يقول وين من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عندنا وإن من شيء، هنا عندنا أيضا نافية مهملة، وإن من شيء إلا عندنا، إذا نافية مهملة لا أثر إعرابي لها لانتقاض شروطها، عندنا إلا في جملتها، إلا في جملتها، إذا نافية مهملة لانتقاض أحد الشرطين، وأيضا حكم الإعرابي لا أثر إعرابي لها، المهملة لا أثر إعرابي لها، فقط معنوي تنفي الجملة. خامسا إن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين، أن إن أدري إن نافية غير عاملة داخلة على المضارع لا أثر إعرابي لها، هنا إن دخلت على المضارع إذا نافية غير عاملة داخلة على الفعل المضارع. سادسا ما إن يعينك راح يصير إن زائدة لأن جاءت بعد ما، زائدة للتوكيد، إن زائدة للتوكيد لأنها جاءت بعد ما، وأيضا لا أثر إعرابي لها. هذا التمرين الرابع خامس. التمرين السادس يقول انفي ما تحته خط بأداة نفي مناسب، عندنا جمل ننفيها بأداة نفي مناسب، عندنا الوقت وقت تقارب، عندنا إذا كان جملة من جملة اسمية من ألفاظ الزمان راح ننفي بلاته لأن لاته خب اسمه وخبره من ألفاظ الزمان، ونحذف أحد المعمولين، وغالبا نحذف الاسم ونقدر الاسم من لفظ الخبر بإضافة الألف واللام، راح يصير لاته وقت تقارب، ننفي الجملة بلاته لأن الجملة جملة اسمية من معمولة من ألفاظ الزمان. لقد كان قرب الدار أنسا وشاغلا، راح ننفيه بأي أداة؟ والله ما كان قرب الدار، ليش؟ لأن عندنا لقد اللام للتوكيد،
إذا كانت جملة الفعلية فعلها ماضي مسبوق بلقد، ننفي الشون بقسم زائدا ما زائدا فعل الماضي، لأن الجملة مؤكدة في الماضي لازم نأكده في حالة النفي أيضا. والله ما كان قرب الداري، قسم زائدا ما زائدا فعل الماضي. ثالثا اليوم وتنآ، عندنا هنا لفظة تدل على الحاضر، يعني لفظة تدل على الحاضر، نقدر ننفي بلا، لا زائدا قرينة، هو القرينة موجودة، لا تن اليوم راح يصير ما دام عندنا قرينة في الجملة إذا ننفيها بلا، لا تنفي الحاضر أو المستقبل بدون قرينة، إذا أكو قرينة تنفي أحدهما. هنا عندنا قرينة إذا راح يصير لا تن اليوم، نفت الحاضر بقرينة اليوم، أو نقدر ننفي الجملة بما ولكن نحذف القرينة، لأن ما تنفي الحاضر بدون قرينة، إذا من ننفي بما يصير ما تنأ فقط، نحذف القرينة لأن ما تنفي الحاضر بدون قرينة، أما لا تنفي الحاضر بقرينة، عندنا قرينة اليوم. عندنا أيضا نالها، نال أيضا عندنا نال فعل ماضي راح يصير ما نال، راح يصير ما نال تنفي الفعل الماضي. عندنا أيضا نال بما نالها أي لم ينالها، الفعل الماضي نقدر ننفيه، راح نكمل في الورقة الأخرى. رابعا ستبدي، لا عندنا نال أيضا، لانا نال فعل ماضي نقدر ننفيه بأي أداة، نال إذا كانت في الجملة نقدر ننفيه بلا بلم، لم لأن لم تنطينا معنى الماضي، لم ينل راح يصير لم ينل، عفوا لم ينل. ليش؟ إذا كانت جملة فعلها فعل ماضي، فعل ماضي لوحده ننفيه بلم، لأن لم ونغير الفعل إلى فعل مضارع، لأن لم تدخل على الفعل المضارع تقلب معناه إلى الفعل الماضي، إذا نقدر ننفيه بلم لم ينل، أو أيضا لا ما نالها أيضا ما تدخل على الفعل الماضي، تنفي زمن الماضي، ما نالها أو لم ينلها، لم ينلها يصير الحالتين. عندنا رابعا ستبدي لك الأيام، وعندنا جملة فعلها فعل مضارع بها سين الدال على المستقبل واضحة، ننفيها بلن، لن تبدي لك الأيام، لن أداة نفي ونصب وتنصب تبدي، إذن إذا كانت جملة فعلها فعل مضارع تدل على المستقبل ننفيها بلن. عندنا رابعا يوم سعيد قد عانقته، إذا جملة كان فيها قد زائدا فعل الماضي ننفيها بلما، لأن معنى الجملة الماضي المتصل بالحاضر، إذا ننفيها بلما، راح يصير لما تعانقه وتجزم فعل المضارع، تعانقه تجزم فعل المضارع، إذا كان فعل ماضي مسبوق بقد تنفى بلما زائد مضارع مجزوم، عندنا تعانقه مضارع مجزوم، لأن لما تقلب دلالة المضارع إلى الماضي المتصل بالحاضر. هذا هو حل تمرين السادس. تمرين السابع عندنا بيت شعري، ضع اسما يفيد النفي بدل لا مغيرا ما ترى مناسبا للقاعدة، نغير يعني تغير بالجملة حتى يصير مناسب للقاعدة، واذكر موقوع الإعرابي ومن فيه. عندنا غير راح يصير إن السحائب غير مجدية، الفعل المضارع نسوي اسم لأن كلمة غير ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، لا تجدي يصير غير مجدية، موقعها الإعرابي صارت خبر إن، غير خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف مجدية مضاف إليه بالكسرة، مضاف إليه مجرور بالكسرة. إذن حذفنا، عندنا اسم نفي واحد وهو غير، نخلي بدال لا غير ونغير فعل المضارع إلى اسم لأن كلمة غير ملازمة للإضافة، غير مجدية. عندنا تمرين الثامن، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولد، وردت ما نافية غير مؤكدة ويحق لنا أن نؤكدها بصيغتين مختلفتين، وضح ذلك من خلال ذكرك للصيغتين. يعني هنا عندنا ما نافية دخلت على الجملة ولكنها غير مؤكدة، راح نأكد هذه النفي بطريقتين. الطريقة الأولى عندنا بالقسم، القسم زائدا ما راح يصير قسم زائدا ما، والله ما كنت أدري بالقسم، نقدر نأكد الجملة بالقسم، والله ما كنت أدري. الطريقة الثانية بلام الجحود، والله أو بلام الجحود يصير ما كنت لأدري، لأن عندنا كون منفي زائدا اسم كان زائدا فعل مضارع زائدا لام الجحود لام المكسورة يصير جملة مؤكدة بلام الجحود، التوكيد بلام الجحود الطريقة الثانية. الطريقة الأولى بالقسم، الطريقة الثانية بلام الجحود، نأكد الجملة بطريقتين إما بالقسم أو بلام الجحود. عندنا تمرين التاسع،
وردت لا في النصوص التالية، هذا في هذه النصوص لا نافية، استخرجها وبين نوعها وتأثيرها المعنوي والإعرابي. معنوي أش سوت بالجملة، وإعرابيا أش سوت بالجملة. ولا يرهق وجوه قطر ولا دلة، عندنا لا يرهق نافية غير عاملة، نافية داخل غير عاملة داخل على الفعل المضارع، حكم الإعرابي لا عمل لها. أي زمن تنفي من تدخل على الفعل المضارع؟ الحاضر والمستقبل إذا ما كان أكو قرينة، إذا نفت الحاضر والمستقبل لا عمل لها إعرابيا. ولا ذلة، هنا عندنا نافية غير عاملة زائدة للتوكيد، من تجي بعد لا زائدة لا مكررة وبعدها اسم أو شبه جملة، هذا يكون زائدة للتوكيد، راح أخذنا لا زائدة للتوكيد. إذن أيضا لا زائدة للتوكيد لا عمل لها. عندنا هنا إذا جالت عليك الدنيا ثانيا فجد بها، فلا الجود يفنيها ولا البخل يبقيها. عندنا هنا لا الجود ولا البخل، نافية مهملة، لا نافية للجنس مهملة هنا. ليش؟ لأن اسمها معرفة، قلنا من شروطها أن يكون اسمها نكرة. إذا نافية مهملة، لا نافية للجنس هنا مهملة، تنفي الجملة الإسمية. إعرابيا لا عمل لها لأنها اسمها معرفة، إعرابيا لا عمل لها لأن اسمها معرفة. ثالثا عندنا لا بوركت، لا بوركت هنا لنا نافية غير عاملة للدعاء مع الفعل الماضي، تنفي أي زمن لا نافية للدعاء مع الفعل الماضي؟ تنفي زمن المستقبل، جاءت غير مكررة مع الفعل الماضي تعطينا معنى الدعاء وتنفي زمن المستقبل، إعرابيا لا عمل لها. فلا رعى ذمة، أيضا عندنا فلا رعى راح يكون نافية غير عاملة لغير الدعاء مع الفعل الماضي، هنا لغير الدعاء جاءت مع الفعل الماضي لغير الدعاء سبقتها بنفي. شوفوا قلنا إذا جاءت مع الفعل الماضي لغير الدعاء إما تكون مسبوقة بنفي أو ترد إلا في جملتها أو تتكرر، هنا جاءت نفي في جملتها مع الفعل الماضي ليس فيها معنى الدعاء وتنفي زمن الماضي. إذا ما كان فيها معنى الدعاء تنفي الماضي، إذا كان فيها معنى الدعاء تنفي المستقبل. إذن هنا لغير الدعاء تنفي زمن الماضي، إعرابيا لا عمل لها. رابعا يقول ألا تراعى، عندنا هنا ألا لا نافية معترضة بين الناصب والمنصوب، عندنا هنا أن زائدا لا زائدا مضارع منصوب، إذن لا نافية معترضة ألا، شوفوا الشدة موجودة، يعني هذا أن زائدا لا، إذن هنا لا نافية معترضة بين الناصب والمنصوب. عندنا خامسا عندنا لا يحسن الحلم، لا يحسن، عندنا لا يحسن نافية غير عاملة تنفي الحاضر والمستقبل، دخل لا نافية من تدخل على الفعل المضارع تنفي الحاضر والمستقبل، إعرابيا لا عمل لها. أيضا عندنا في جملة ولا يليق نفسها، لا نافية غير عاملة داخل على الفعل المضارع تنفي الحاضر والمستقبل، إعرابيا لا عمل لها. سادسا ولا تحسب الأيام، عندنا هنا ولا تحسب، هنا ناهية جازمة، علامة جزمها السكون ولكن كسرت لالتقاء ساكنين، إذا لا ناهية جازمة تنهي المخاطب عن القيام بالفعل، النافية فقط تنفي الجملة، أما الناهية الجازمة تدخل على الفعل المضارع وتجزمه وفيه معنى أن المخاطب لا يقوم بهذا العمل، تنهي المخاطب عن القيام بهذا الفعل. ولا تحسب الأيام ترحم خائراً، إذن هنا عندنا لا ناهية جازمة تنهي المخاطب عن القيام بالفعل، عملها الإعرابي تجزم فعل المضارع. وأيضا عندنا في نفس الجملة ولا لا تمتطي صهوة الصبر، عندنا هنا أيضا لا تمتطي نفسها لا ناهية جازمة تجزم فعل المضارع. عندنا سابعا ولا غفت، عندنا هنا لا غفت لا نافية غير عاملة للدعاء مع الفعل الماضي، ليش؟ لأن تعطينا معنى المستقبل، في المستقبل لا غفت، فما غفلت عين الليالي ولا غفت، يعني شوفوا معنى الدعاء واضح والنفي للمستقبل. إذن لا النافية من تدخل على الفعل الماضي تنفي زمن المستقبل وفيها معنى الدعاء، هاي تكون للدعاء وأيضا تنفي زمن المستقبل. إذن لا نافية غير عاملة للدعاء تنفي زمن المستقبل، تنفي زمن المستقبل إعرابيا لا عمل لها، إعرابيا تكون لا عمل لها. ثامنا عندنا هاي سابعا عندنا ثامنا ألا يكون، هنا عندنا أيضا لا نافية معترضة بين الجازم والمجزوم، لا نافية معترضة بين الجازم والمجزوم تنفي زمن المضارع لا عمل لها إعرابيا. شوفوا أن الجازمة، إن عندنا أن الجازمة وإن لا يكون، عفوا إن لا يكون، إن الجازمة زائدا لا زائدا مضارع مجزوم، إذن إن لا يكون
إن لا يكون ربي معيني وحارسي، عندنا لا نافية معترضة بين الجازم والمجزوم، إن زائدا لا زائدا مضارع مجزوم، تنفي زمن المضارع إعرابيا لا عمل لها هذه اللا. تاسعا عندنا ومجدك تقوى الله للمنصب، شوفوا عندنا لا نافية عاطفة، عندنا قبلها مثبت وأيضا عطفت اسم على اسم أو شبه جملة على شبه جملة، هنا عندنا اسم المنصب، إذا لا نافية عاطفة، تنفي ما بعدها، شوفوا تنفي ما بعدها للمنصب، نفت المنصب وأثبت الحكم للذي قبلها بتقوى الله، شوفوا نفت ما بعدها وثبت الحكم لما قبلها، إذا هاي عاطفة، الشروط متوفرة، قبلها جملة مثبتة وأيضا لا يوجد الواو في جملتها، وأيضا عطفت اسم على اسم أو شبه جملة على شبه جملة. عاشرا وأخيرا لا شيء في الجو، عندنا لا شيء لا نافية للجنس، تنفي خبرها عن جنس اسمها نفيا مطلقا، هذا عملها المعنوي. الإعرابيا تعمل عمل إن المشبه بالفعل، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. هذا هو التمرين التاسع. التمرين العاشر عندنا جملتين، عين أداة النفي واذكر عملها وزمنها المنفي في النصين، عملها الإعرابي وزمنها المنفي. أول شيء عندنا لن، عملها الإعرابي تنصب فعل المضارع، لن تدخل على الفعل المضارع وتنصبه. زمنها تنفي زمن المستقبل دائما، نفيا مطلقا بدون أي قرينة، نفي مؤكد بدون قرينة. عندنا الأداة الثانية يا بسمة لما تزل، عندنا هنا أيضا لما عملها الإعرابي تجزم فعل المضارع، تجزم فعل المضارع. الزمن الذي تنفي الماضي المتصل بالحاضر، إذا تنفي الماضي المتصل بالحاضر. عندنا هاي التمرين العاشر، هاي التمرين العاشر كان هذا هو مطلبه في النصين السابقين، عندنا لن ولما في جملة، عين أداة النفي يذكر عملها وزمنها منفي في النصين السابقين. عندنا أيضا مقالنا آخر تمرين، تمرين 11، تمرين 11 عندنا بين ما ورد من نفي ظاهر أو ضمني بين أسلوب النفي الضمني، إذا أكو نفي ظاهر نبين شلون، وإذا أكو نفي ضمني بأي أسلوب صارت هذا النفي. أولا عندنا لو كنت، أي ما كنت، هنا عندنا النفي الضمني بأسلوب الشرط، الشرط المتضمن لمعنى النفي، لو كنت أعلم الغيبة يعني ما أعلم الغيبة، إذن هذا الشرط المتضمن لمعنى النفي. ما مسني، هنا عندنا نفي ظاهر ما زائدا فعل الماضي، نفي ظاهر الما زائدا فعل الماضي. إن أنا إلا نذير، هنا عندنا إن مهملة، نفي ظاهر بإن المهملة، نافية مهملة لوجود إلا في جملتها. ثانيا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون، هنا عندنا نفي ضمني بأسلوب الاستفهام، استفهام المجازي المتضمن لمعنى النفي، هل يهلك أي لا يهلك. ثالثا إذا أنت لم تشرب، عندنا نفي ظاهر بلم حرف نفي وجزم وقلب، تجزم فعل المضارع. وأي الناس تصف مشاربه، عندنا نفي ضمني استفهام المجازي المتضمن لمعنى النفي، أي الناس أي أحد أي لا أحد، نفي ضمني استفهام المجازي المتضمن لمعنى النفي، أي الناس أي لا أحد. رابعا تريد مهذبا لا عيب فيه، عندنا نفي ظاهر بلا نافية للجنس، أيضا هاي رابعا. وأيضا عندنا رابعا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان، عندنا هنا وهل عود أي لا عود بلا دخان، عندنا هنا استفهام أو النفي الضمني باستفهام المجازي، استفهام المجازي المتضمن لمعنى النفي، عندنا هنا وهل عود يفوح أي لا عود يفوح. بلا دخان عندنا هنا لا النافية المعترضة بين الجاري والمجرور، عندنا أيضا نفي ظاهر بلا النافية المعترضة، هذا رابعا. خامسا لولا المشقة، هنا عندنا نفي ضمني، لولا المشقة نفي ضمني أسلوب الشرط المتضمن لمعنى النفي، أسلوب الشرط المتضمن لمعنى النفي، النفي الضمني، هاي خامسا. سادسا كيف يداري المرء حاسد نعمة، أي لا يقدر، ما يقدر يداري المرء حاسد نعمة، إذن هاي نفي ضمني، هاي جعل ورقة مرتين، شو تريد؟ هاي طريقك من هنا تروح، يلا عندنا كيف يداري المرء
عندنا سادسا كيف يداري المرء حاسد نعمته؟ النفي الضمني استفهام مجازي متضمن لمعنى النفي، استفهام المجازي المتضمن لمعنى النفي. حيل تعبان مبين نايم نومة العصرية هسه قايم. كيف يداري المرء؟ عندنا نفي ضمني قلنا، استفهام المجازي المتضمن لمعنى النفي. عندنا ايضا في سادسا اذا كان لا يرضيه، عندنا هنا لا يرضي نفي ظاهر لا نافية غير عاملة مع الفعل المضارع. من تدخل على الفعل المضارع تنفي الحاضر والمستقبل، بينا هذا الشيء، ولا تنفي احدهما الا بقرينة. سابعا واخيرا عندنا اربع ادوات للنفي. عندنا فأي مكان لم تكن فيه، عندنا أي مكان نفي ضمني باستفهام، بالاستفهام أيضا أي مكان، أي لا مكان لم تكن فيه شاقني. شوفوا الاستفهام المتضمن أو الاستفهام المجازي المتضمن لمعنى النفي. لم تكن عندنا نفي ضار بلم، حرف نفي وجزم وقلب مع الفعل المضارع، تجزم فعل المضارع وتقلب معناه إلى الماضي. عندنا وأي زمان نفسها نفي ضمني استفهام المجازي متضمن لمعنى النفي، أي زمان وأي مكان. لا أراك، عندنا هنا أيضا لا نفي ضار لا نافية غير عاملة مع الفعل مع الفعل المضارع، لا أرى، أرى فعل المضارع، عندنا هنا لا نافية غير عاملة مع الفعل المضارع تنفي الحاضر والمستقبل ولا ينفي أحدهما إلا بقرينة. تمام، هذا هو حل تمرين 11، هاي كل أسلوب النفي.